نشرة الأخبار الرئيسية من قناة الجزائر الدولية أهلا وسهلا بكم إليكم أبرز العناوين الرئيس الجزائري يفتتح الطبعة الرابعة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي مشاركة أجنبية قياسية إيطالية إيطاليا ضيف شرف وحضور واسع للصناعات العسكرية الجزائر وإيطاليا تجددان التزامهما بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون. عطاف يستعرض في روما جهود الجزائر لبلورة حل سلمي في أوكرانيا في مستهل جولته الأوروبية تشمل صربيا وألمانيا. وزارة الخارجية الأمريكية تدعو السلطات المالية إلى الالتزام بتنفيذ اتفاقية الجزائر للانتقال إلى حكومة مدنية بحلول مارس المقبل وتشدد على ضرورة تخفيض تدريجي لبعثة مينوسما بشكل منظم ومسؤول ارتفاع حاصلة شهداء العدوان على جنين الى ستة مقتل اربعه مستوطنين في عملية فدائية جنوب نابلس حكومة الكيان الصهيوني تكشف عن مخطط جديد للتصعيد والخارجية الفلسطينية تصف ردود الفعل الدولية بشان جرائم الاحتلال بالمتدنية روسيا تحذر اوكرانيا من استهداف اراضيها وتتوعد برد سريع وضرب مراكز صنع القرار في كييف والمفوضيه الاوروبيه تقترح تقديم مساعدات اضافيه لاوكرانيا بخمسين مليار يورو في انتظار خطه اعانه امريكيه جديده غدا أهلا بكم إلى تفاصيل في المستهل أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء على افتتاح الطبعة الرابعة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي الرئيس تبون طاف بعدد من أجنحة التظاهرة وتبادل أطراف الحديث مع بعض العارضين المحليين كما استمع إلى انشغالاتهم وفعالية معرض الجزائر الدولي الذي يعرف مشاركة قياسية للشركات الأجنبية تمثل ثلاثين دولة تستمر إلى غاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري وتشهد الطبعة مشاركة ستمائة وأربعين عارضا محليا وأجنبيا حيث تعد إيطاليا ضيف شرفية التظاهرة ممثلة بثلاث عشرة مؤسسة عارضة فيما يأتي الأردن في مقدمة المشاركة الأجنبية ب ب25 مؤسسة متبوعة بتركيا باثنتين و مؤسسة هذا وزار الرئيس الجزائري جناح وزاره الدفاع الجزائريه الذي يشهد مشاركه 15 مؤسسه اقتصاديه في فعاليه معرض الجزائر الدولي. وكان في استقبال رئيس تبون تب بالجناح رئيس اركان الجيش الجزائري الفريق اول السعيد شنجريحة وقدم للرئيس الجزائري شروحات عن ابرز انتاجات الصناعه العسكريه واهم انجازاتها في الجناح الممتد على مساحه تتجاوز 3000 متر مربع. هذا وشدد الرئيس الجزائري على ضروره التسريع في تطوير صناعه السيارات وتوسيع الشراكه مع المؤسسات الناشئه وتصدير الخبره الجزائريه في الميدان نحو الدول الافريقيه. تاكل كل الماتريال بالاعانه تاع وزاره الصناعه مؤخرا كان كان العدد سنه اي مشكل نعم اي مشكل مباشره الوزير هو وزير مباشره للرئاسه لا كاين وزير صناعه تاع قيمه الدوله ويحترم الوزاره الاولى نؤكد انه عاودوش الوقت ما نضيعوش الوقت السوق محتاج سيارات نعم و كوميرسياليزي وي اون كوميرساليز ديبي سيمون مثلا Vous pensez un peu à l'exportation, non Oui, oui c'est tout le, le, le Maghreb, l'Afrique du Nord et, et l'Afrique. Oui. Donc euh, on, on, on espère conquérir le, le marché algérien d'abord, avoir, avoir une certaine réputation et ensuite on, on envisage d'exporter Mais vous empêche des start-up dans les pays de des en vous pouvez fabriquer votre modèle السنغال وكاميرون كوت الله يعاونكم ميرسي بوكو ميرسي بوكو ميرسي بوكو يعني تاكل عليكم كثير مستقبل تاع البلاد هذا هو سلام. ان شاء الله يعطيكم الصحه الرئيس تبون امر الحكومه بتذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين بما يحرر المبادرات وتحقيق المشاريع. هنا روبوت مكافحه الحرائق فيه علبه تحكم نحكموا يعني فيها على 300 متر يعني اللي تاع الاطفاء ما نبعثوهمش الى مناطق خطيره نبعثوا من الروبوت هذا فيه بطاريه تشتغل حتى لست ساعات ويقدر يدخل المناطق الواعية و... نعم جربنا نعم. على نعم. الفيديو جربنا على الحمايه المدنيه آه ونقدروا آه الى مناطق كيما لي تونال ولا باش من, من وين كاين الدخان وين كان درجه حراره عاليه والان انا نخدموا في الذكاء الاصطناعي بالكاميرا الحراريه يقدر يعرف مركز الحريق درنا معارض دولية في ألمانيا وفي دبي وهذا الأول في الجزائر في إفريقيا وفي الوطن العربي. مخبين أكثر من 50 إنجنيور في الشركة نعم. وأنتم وتشو... هذا الأول ورانا نشتوا في الجانتة. نعم مم. نعم. كاش ما تحتاجو نحتاج برك على نسمو برك على سيرتيفيكاسيون تاع الجزائر يعني نخدمو حنا نصنعو حنا في الجزائر ولكن ما نقدروش نبيعو يقولك لك جيب سيرتيفيكا من لوغاسيون هذا الشيء اللي راه خاصنا ولكن نصنعوا لا لا خلاص اعتبرها شكرا سيدي الرئيس شكرا يعطيكم الصحه الرئيس الجزائري ثمن أداء الصناعة العسكرية في مجال إنتاج عتاد تجهيزات الكهرومنزليه منزلية ودعا إلى توسيع الشراكة نحو القطاع الخاص إن شاء الله راح نقوم بإنجاز مصنع لصناعة هذه الأجهزة تكون صناعة إن شاء الله صناعة وطنية إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله, إن شاء الله. في وإدماج, وإدماج وإدماج آه وي. جميع الحلول جميع الحلول تكون منجزه نعم بين 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 لينيام وبين ليني تاع بالعباس وبين حتى الخواص تاع برجواري وكنت تجملوا كل شيء قادرين ت... بفضل التوجيهات إن شاء, يعني في ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الصحه الرئيس تبون اعتبر أن الصناعة العسكرية وأداء المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الجزائرية فخر للبلاد وشهدائها يا راي <át> <was on> <centimetre> يعني فخر فخر الجزائر فخر الجيش يا ريت شو يكون يشوفوا, يشوفوا جيش التحرير كي وين وصل الحمد لله الله يكون خير خلف الخير يسلم. اه ان شاء الله مضمونة هذه بالنسبه <applause> للجيش مضمونه يعني ان شاء الله

Nous allons produire nos propos intrants à ah, oui. Voilà, par rapport à vos orientations. On a tout préparé. Mm -hmm. On va vous soumettre le projet, M. le Président. On absolument. est à un stade très avancé. Très avancé. Flétude ou la, la réalisation Non, non, flétude justement. Et voilà. On va passer euh, avec deux partenaires. Les bars, c'est des grands producteurs de sucre. Ouais. Ils vont commencer donc avec les agriculteurs pour produire et et la betterave et passer à la transformation chaleur. L'avantage la, c'est que la, la betterave, au moins... واحد قال لي ما نقدرش ندير لان لا ما تجيش في الجنوب قلت له غلطه سي با فري لا انا شفتها في الجنوب شفتها في واد سوف وشفتها في اضرار لا بيطراف سكريات لحق 5 كيلو افيك ان تونر اون سكر اكسترا اوردينار كو تو نا با اون اوروب وي وي سي سي تونر تري فورت اون في الجنوب عندنا الماء الحمد لله

جدد وزير الخارجيه الجزائري احمد عطاف ونظيره الايطالي انطونيو تاجالي التزامهما بمعاهده الصداقه وحسن الجوار والتعاون التي تم الاحتفال بالذكرى العشرين للتوقيع عليها مطلع العام الجاري بيان عن الخارجية الجزائرية اكد ان رئيسي دبلوماسية البلدين ثمنا خلال جلسة عمل جمعتهما في روما المكاسب المحققة في التعاون الثنائي المترجمة في المستويات غير المسبوقة التي بلغتها المبادلات التجارية والاستثمارات البينية في قطاع المحروقات وقطاعات اخرى تشمل الاشغال العمومية والفلاحة والصناعات الميكانيكيه والتحويليه بحيث تعد الجزائر اول شريك تجاري لايطاليا في افريقيا والشرق الاوسط ومن جانب آخر تبادل طرفان وجهات النظر حول عديد القضايا المطروحة في الفضاءات الإقليمية المشتركة خاصة مستجدات الأزمات في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء وكذا قضية الصحراء الغربية بيان عن الخارجية الجزائرية أوضح أن عطاف وتجاني تطرق إلى تطورات الأزمة في أوكرانيا على ضوء عرض الوساطة الذي تقدم به الرئيس الجزائري للمساهمة في الجهود الدولية الرامية لبلورة حل سلمي يضمن احترام المبادئ والمنصوص عليها في ميثاق الامم المتحده وياخذ بعين الاعتبار الشواغل الامنيه للاطراف المعنيه وفي اطار زياره العمل التي يقوم بها الى ايطاليا في مستهل جولته الاوروبيه الاولى استقبل وزير الخارجيه الجزائري احمد عطاف من قبل رئيس مجلس النواب الايطالي لورينزو فونتانا. بيان الخارجيه الجزائريه اوضح ان الطرفين استعرضا بهذه المناسبه التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الجزائريه الايطاليه في مختلف المجالات، كما تطرقا الى التنسيق بين البلدين من اجل نشر الامن والاستقرار في منطقه البحر الابيض المتوسط والدفع باهداف التنميه والرخاء في هذا الفضاء المشترك وفي العالم عبر المساهمه في التخفيف من حده التوتر الذي تشهده العلاقات الدوليه في المرحله الراهنه أكد وزير المشاريع والصناعة الإيطالي أودولفو أورسو أن أوروبا تراهن على نمو إفريقيا عبر الجزائر أورسو وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي رفقة وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائرية طيب زيتوني وصف الاقتصاد الجزائري بالمهم لمنطقة البحر المتوسط وأوروبا مشددا على طبيعة الاستراتيجية للشراكة بين إيطاليا والجزائر تشرفنا اليوم باستقبال السيد الوزير وزير صنع في ايطاليا اللي راح يمثل الحكومه في تدشين المعرض الدولي ومن خلال هذه الفرصه يعني تم النقاش حول العديد من القضايا تبادل التجاري بين البلدين اللي هو جيد جدا العلاقات التجاريه والاقتصاديه اللي هي تقريبا تعرف منحنى تصاعدي في مختلف المجالات أصبحنا اليوم احنا في الجزائر اول يعني مورد او اول مصدر لاوروبا بحجم تبادلات يتجاوز 20 مليار دولار كذلك العديد من المواد الاوليه التي نستوردها من ايطاليا ونامل ان نطور هذه العلاقات لاكثر من ذلك حتى تنعكس العلاقات الاقتصاديه والتجاريه في تكون في حجم العلاقات السياسيه والتاريخيه الموجوده بين البلدين. لقد زرت الجزائر عدة مرات منذ عام 2011 عندما كنت حينها وزيرا للتجارة الخارجية يمكنني ان اشهد ان الجزائر قد نمت حقا في السنوات الاخيرة وهي تمثل اليوم اقتصادا مهما ليس فقط لمنطقة البحر الابيض المتوسط ولكن ايضا لاوروبا والتي يجب ان تراهن اليوم اكثر من اي وقت مضى على البحر الابيض المتوسط من خلال الجزائر التي تراهن على نمو إفريقيا المسؤول الحكومي الإيطالي الذي يزور الجزائر لتمثيل بلاده كضيف شرف في معرض الجزائر الدولي أكد أن بلاده تعتبر أن الوقت مناسب للاستثمار والإنتاج في الجزائر وجعلها منصة للتصدير إلى باقي دول البحر المتوسط وإفريقيا معا يمكننا تنميه العلاقه باكملها بين اوروبا وافريقيا ودعوتنا الى النظر الى ما وراء استيراد الغاز الجزائري وهو امر مهم للغايه بالنسبه لاوروبا شركتنا تجاريه وصناعيه في العديد من القطاعات الاخرى المهمه للاقتصاد في المنطقه نحن على يقين من ان علاقاتنا ستتكثف بشكل متزايد في هذا المسار في شأن آخر عالج القضاء الإسباني قضايا تورط فيها النظام والمخزن في تجنيد مهاجرين كعملاء سريين من أجل التجسس على المسؤولين في مدريد وقيادات جبهة البوليساريو المقيمين في أوروبا صحيفة البايس الإسبانية ذكرت في تقرير لها أن حكما صدر نهاية شهر ماي الماضي قضى بمنع منح الجنسية لمهاجر مغربي بعد إدانته بتجسس لحساب الرباط واعترافه بالتواصل مع رئيس أجهزة المخابرات المغربية لتزويده بالمعلومات خلال سنوات الإحدى عشرة الماضية الصحيفة واستنادا إلى تقرير سري عده مركز الاستخبارات الإسباني أكدت أن هذا الأخير اكتشف عام 2010 وجود شبكة تجسس مغربية جمعت معلومات عن مناضلي جبهة البوليساريو في موضع اخر دعت واشنطن الحكومه الانتقاليه في مالي الى الالتزام بتنفيذ اتفاق الجزائر من اجل الانتقال الى حكومه مدنيه منتخبه بحلول مارس 2024. واكد الناطق باسم الخارجيه الامريكيه ماثيو ميلر عن قلق واشنطن من تداعيات انسحاب قوات حفظ السلام التابعه للامم المتحده من دوله مالية كلما زادت الازمه حده في مالي ترسخت القناعه ان المخرج في اتفاق الجزائر ذلك ما تؤكده المواقف الرسميه لهيئات دوليه واقليميه وحكومات مختلفه كانت اخرها واشنطن اذ جددت تمسكها بخارطه الطريق الجزائريه لتحقيق الانتقال الديمقراطي الذي ينشده الشعب المالي على الحكومة الانتقالية الاستمرار في الالتزام بجميع تعهداتها، بما في ذلك الانتقال إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً بقيادة مدنية بحلول مارس 2024، وتنفيذ اتفاق الجزائر. نرحب بالمزيد من المشاورات مع القادة الاقليميين بشان اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الاستقرار. الالتزام بالاتفاق وتسريع تنفيذ مخرجاته بات حسب واشنطن ضرورة غير قابلة للتأجيل في ظل دعوة باماكو إلى انسحاب فوري لقوات حفظ السلام الأممية بعد نحو عشر سنوات من التواجد في مالي تأسف الولايات المتحدة لقرار الحكومة الانتقالية في مالي بإلغاء موافقتها على بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي. نشعر بالقلق إزاء آثار هذا القرار على الأزمات الأمنية والإنسانية على الشعب المالي. يجب أن يكون التخفيض التدريجي للبعثة المتكاملة منظمًا ومسؤولًا، وأن يعطي الأولوية لسلامة وأمن حافظة السلام والماليين. بقلق متزايد تنظر واشنطن وكذلك العواصم الغربيه الى تداعيات انسحاب قوات حفظ السلام الامميه من مالي الغارقه في ازمه متشعبه الابعاد فترى هواجس انفلات امني عابر للحدود والقارات لا كابح له باجماع هذه العواصم الا مصالحه وطنيه ماليه كرسها اتفاق الجزائر. قبل نحو ثماني سنوات سمع اطلاق نار متقطع في العاصمه السودانيه الخرطوم ثلاثه قبل ساعات من انتهاء هدنه معلنه بين الجيش وقوات الدعم السريع وافادت وسائل اعلام محليه بسماع اطلاق نار متقطع باسلحه خفيفه جنوب غربي العاصمه الخرطوم وذلك بعد هدوء حذر ساد الجبهات في اليوم الاخير من الهدنه ودعا قائد الجيش وقوات الدعم السريع الى معالجه اسباب وجذور المعارك عبر الحل الشامل للازمه الوطنيه اعلنت الامم المتحده ارتفاع اعداد الفارين من القتال في السودان الى ازيد من مليوني شخص داخليا رئيس المفوضيه الساميه الامم المتحده لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي في مؤتمر صحفي في نيروبي الثلاثاء كشف عن تجاوز عدد الفارين خارج السودان عتبه نصف المليون لاجئ اليوم تجاوزنا عتبه نصف مليون لاجئ من السودان بعد بدء الصراع نزح مليون شخص داخل البلاد اذا لم نقم باسكات تلك البنادق سيستمر نزوح الشعب السوداني يجب ان يتوقف هذا الامر لانه قد تكون له عواقب لا حصر لها على المنطقه وخارجها رئيس المفوضية السامية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعا الدول المجاورة للسودان إلى إبقاء حدودها مفتوحة. النداء وجهته لجميع البلدان المجاورة للسودان، أتفهم مخاوفكم الأمنية، لكن رجاءً أبقوا على حدودكم مفتوحة، لأن الأمر يتعلق بأشخاص يفرون لإنقاذ أرواحهم، إنه وضع مقلق مع دول الجوار الهشة للغاية. في ظل انعدام الامن الذي قد ينتشر وتتسع رقعته تعهد المانحون في مؤتمر جنيف للاستجابة الطارئة للأزمة في السودان الاثنين بتقديم مساعدات إنسانية بنحو مليار ونصف المليار دولار وأعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث عن حصيلة تعهدات المالية التي ستخصص لتخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارين من القتال في ختام مؤتمر جنيف. إن المانحين تعهدوا بنحو 1.5 مليارات دولار، ولم يتضح بعد ما إذا كانت كل الأموال الممنوحة ستصرف حديثًا، ويشمل ذلك 200 مليون يورو من ألمانيا، و171 مليون دولار من الولايات المتحدة، و190 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، و50 مليون دولار من قطر. هذه الازمه ستتطلب دعما ماليا مستداما وامل ان نتمكن جميعا من ابقاء السودان على راس اولوياتنا في شأن آخر استشهد فلسطيني ثلاثة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الصهيوني خلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها ليرتفع عدد شهداء العدوان إلى ستة فلسطينيين بينهم طفل وإصابة مئة آخرين منهم اثنان وعشرون بجروح بين خطيرة وحرجة غادرت قوات الاحتلال الصهيوني مخيم جنين المنكوب غير أن الجرائم الصهيونية لا تزال ماثلة بعين المكان بإعلان وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب أمجد عارف متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الصهيوني ليرتقي بذلك عدد شهداء العدوان على مدينة جنين ومخيمها إلى ستة فلسطينيين بينهم طفل وإصابة مئة آخرين منهم 22 بجروح بين خطيرة وحرجة عدوان استخدمت فيه قوات الاحتلال الصهيوني مروحيات لقصف مواقع داخل المخيم لاول مره منذ الانتفاضه الفلسطينيه الثانيه سنه 2002، تصعيد سارعت فصائل المقاومه الفلسطينيه الى الرد عليه بطريقه مختلفه ومفاجئه. اسفرت عن اصابه عدد من الجنود الصهاينه وتعطيل اليات عسكريه باستخدام عبوات ناسفه محلية الصنع. خسائر جيش الاحتلال خلال العدوان أخرجت إلى العلن الصراعات الدائرة بين أعضاء الحكومة الصهيونية المتطرفة بكشف وسائل إعلام عبرية عن مساعٍ جديدة للتيار اليميني للدفع إلى خطوات تصعيدية أوسع في الضفة الغربية في قادم الساعات بالتزامن مع إقرار حكومة الكيان لمشروع قانون يتيح بناء آلاف المستوطنات الجديدة في مناطق متفرقة في الضفة الغربية. تصعيد متعدد الجبهات رأت فيه الخارجية الفلسطينية محاولة لتصدير الأزمة الداخلية للكيان الصهيوني، وتوالت التحذيرات الفلسطينية والدولية من ارتداداته داخل الأراضي المحتلة وعلى استقرار المنطقة، والأهم تقويض حل الدولتين ونسف حلم تاسيس دوله فلسطينيه في شان متصل وفي قريه حسان غرب بيت لحم استشهد فلسطينيون برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت ليله الاثنين الى الثلاثاء وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها نبأ استشهاد الشاب زكريا محمد زكريا زعول برصاص الاحتلال وفي تطور لاحق فدت مصادر أمنية بأن شابين آخرين أصيبا برصاص الاحتلال أحدهما في الرقبة والآخر في البطن بينما تم اعتقال أحد الشبان الذي لم يتم التعرف على هويته قتل اربعه مستوطنين واصيب اربعه اخرون ثلاثه في عمليه فدائيه بمستوطنه عيلي جنوب نابلس بالضفه الغربيه المحتله واعلنت قوات الاحتلال الصهيوني استشهاد منفذي الهجوم في وقت ذكرت وسائل اعلام عبريه ان ثلاثه فلسطينيين نفذوا العمليه بمكانين مختلفين داخل محطه بنزين بمستوطنه علي وعززت سلطات الاحتلال من اجراءاتها الامنيه في المنطقه واغلقت الطرق المؤديه الى المستوطنه كما اصدرت امرا للمستوطنين بلزوم منازلهم أكد وزير دفاع الكيان الصهيوني أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بشان احتمالية شن عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية. المسؤول الصهيوني خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء كشف عن إصدار تعليمات للجيش وأجهزة الأمن باتخاذ إجراءات هجومية في أي مكان يشكل تهديداً وفق تعبيره. ووصفت الخارجيه الفلسطينيه الردود الدوليه تجاه الجرائم الصهيونيه وعمليه القتل خارج القانون بالمتدنيه. وزاره الخارجيه الفلسطينيه في بيان لها اكدت ان ردود الفعل الدوليه لا ترتقي الى مستوى معاناه الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال والاستيطان، موضحة ان التصعيد الاسرائيلي الراهن يعتبر استخفافا بالمواقف والمطالبات الدوليه الداعيه الى وقف التصعيد، وتمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعه برعايه دوليه وامريكيه طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتيه البرلمان الاوروبي باتخاذ خطوات جديه لمعاقبه الكيان الصهيوني على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني. وجاءت دعوه اشتية خلال لقائه مع وفد من اللجنه الفرعيه لحقوق الانسان في البرلمان الاوروبي برئاسه عضو البرلمان برنارد جويتر لاطلاع الوفد على اخر المسجدات وتطورات الاوضاع في فلسطين المحتله وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني. ودعا اشتيا الهيئة الأوروبية إلى الانتقال من وسم منتجات المستوطنات إلى مقاطعتها واتخاذ إجراءات بحق المستوطنين حملة الجنسية الأوروبية هذا وحذر الامين العام للامميه المتحده انطونيو غوتيريش من تداعيات قرار حكومه الكيان الصهيوني لبناء مستوطنات جديده في الضفه الغربيه بوصفه محركا رئيسيا للتوتر. غوتيريش وفي بيان نشره المتحدث باسمه فرحان حق حث حكومه الكيان على وقف ما سماها قرارات مقلقه بشان النشاط الاستيطاني في الضفه الغربيه المحتله والعدول عنها. الامين العام يكرر ان المستوطنات هي انتهاك صارخ للقانون الدولي انها عقبه رئيسيه امام تحقيق حل على اساس دولتين قابل للاستمرار وسلام عادل ودائم وشامل توسيع هذه المستوطنات غير الشرعيه انما هو محرك رئيسي للتوتر والعنف ويزيد الاحتياجات الانسانيه بشده افتتح ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء اولى جلسات مجلس الامه الجديد بعد الانتخابات التي جرت في السادس جوان الجاري ولي عهد الكويت القى بالمناسبه كلمه طلب من النواب التعاون بالبناء مع الحكومه من اجل انهاء ما سماها اسباب التوتر وفتح الباب امام تشكيل خامس حكومه في الكويت في اقل من عام اننا نوجه اعضاء مجلس الامه نحو تفعيل التعاون البناء مع الحكومه لازاله كل كل اسباب الاحتقان التي تعرقل تكامل الجهود في موضوع اخر استقبل امير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ثلاثاء وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان بيان للديوان الاميري في قطر كشف انه تم خلال المقابله استعراض العلاقات الثنائيه بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها اضافه الى تبادل وجهات النظر حول ابرز القضايا الاقليميه والدوليه لا سيما تطورات الاوضاع في المنطقه وذكرت وكاله ايرنا الايرانيه الرسميه ان عبد اللهيان الذي يجري جوله اقليميه تقوده ايضا الى سلطنه عمان أن مواصلة التطوير الشامل للعلاقات مع دول الجوار يمثل إحدى الدعائم الرئيسية لنظرية السياسة الخارجية المتوازنة التي تتبناها الحكومة الإيرانية شنت روسيا هجوما جويا واسعا ليلة الاثنين إلى الثلاثاء على أوكرانيا استهدف كييف ومدنا من الشرق إلى غرب البلاد في وقت أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشيكين أن الجيش الروسي يصد هجوما مضادا لتجمع قوات حلف شمال الأطلسي وليس هجوما للقوات الأوكرانية الحرب في أوكرانيا تدخل شهرها السابع عشر مع احتدام المعارك بين الطرفين الروسي والأوكراني شاملا جبهات موسعة من الاقتتال لا سيما شرق وجنوب أوكرانيا دوي صافرات الإنذار سمع في عديد المقاطعات الأوكرانية على إثر شن القيادة العسكرية الروسية هجوما جويا واسعا ليلة الاثنين إلى الثلاثاء مستهدفا العاصمة كييف ومدنا في شرق وغرب البلاد مع تاكيدات من السلطات الاوكرانيه على تصديها لمعظم الهجمات الجويه. المعلومات الاوليه تشير الى ان انظمتنا للدفاع الجوي اسقطت 28 من اصل 30 طائره اطلقتها روسيا. القوات والدفاعات الجويه حددت نحو 20 هدفا للعدو ودمرتها في المجال الجوي حول كييف. الدعم الغربي الهائل الموجه لاوكرانيا لم يصبح مقتصرا فقط على الدعم اللوجستي بل تعدى ذلك الى مشاركات عملياتيه لقوات شمال الاطلسي في هجوم اوكرانيا المضاد وفق تقديرات وزارة الدفاع الروسية التي أشارت إلى تحول النزاع إلى روسي غربي. في محاولتها للهجوم تستخدم كييف عددا كبيرا من الأسلحة الغربية ووحدات النخبة التي تم تدريبها من قبل المتخصصين في الناتو. استخدام صواريخ ستورم شادو وهاي مارس خارج نطاق منطقة العملية العسكرية الخاصة يعني تورط الولايات المتحدة المتحدة وبريطانيا بشكل كامل في النزاع الجيش الروسي يصد هجوما مضادا لتجمع قوات حلف شمال الأطلسي وليس هجوما للقوات الأوكرانية يتم خلال الهجوم المضاد استخدام الأفراد العسكريين الأوكرانيين كقوة بشرية فقط الدعوات الدوليه لاحلال السلام بين روسيا واوكرانيا نسفتها تاكيدات التدخل الغربي في الحرب مؤججا الوضع مع عزم الاتحاد الاوروبي ضخ مساعدات اضافيه لكييف بخمسين مليار دولار منذرا باطاله امد الحرب واحتمالات اتساع رقعتها خارج الاراضي الاوكرانيه هذا وكشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو عن صد 263 محاولة هجومية على محوري زابوروجيا ودونيتسك منذ الرابع جوان الجاري منذ الرابع جوان قامت القوات الأوكرانية ب263 محاولة هجومية على محوري زابوروجيا ودونيتسك تم صد جميع هجمات القوات الاوكرانيه على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيا ودونيتسك ولم يحقق العدو اهدافه وزير الدفاع الروسي تهم القوات المسلحه الاوكرانيه بتخطيط لاستهداف الاراضي الروسيه باستخدام الاسلحه الغربيه قيادات القوات المسلحه الاوكرانيه تخطط لاستهداف الاراضي الروسيه بما في ذلك شبه جزيره القرم بصواريخ ستورم شادو المجنحه. في سياق ذي الصله قال الامين العام لحلف شمال الاطلسي ان النيتو ليس طرفا في الحرب في اوكرانيا مؤكدا وقوف الحلف في حقها في الدفاع عن النفس وفق تعبيره. تظهر الهجمات الروسية الوحشية والعشوائية على أوكرانيا والمدن الأوكرانية بشكل أوضح أهمية الدفاع الجوي الناتو ليس طرفا في هذا الصراع نحن نقف إلى جانب أوكرانيا في حقها في الدفاع عن النفس وهو حق مكرس في ميثاق الأمم المتحدة أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إدارة بلاده ستعلن الأربعاء عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وصفها بالضخمة بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني جيمس كليفري ذكر أن القوات الأوكرانية تحرز تقدما واضحا في الميدان قال الرئيس بايدن اننا سندعم اوكرانيا طالما ان الامر يتطلب ذلك ان كلا البلدين ملتزمان بهذا بشده سنواصل تنفيذ هذا الالتزام بما في ذلك في اطار تقديم حزمه جديده من المساعدات الامريكيه ساعلن عنها غدا اننا نعمل على تقويه الجيش الاوكراني لاستعاده الاراضي التي احتلتها روسيا نحن نشهد تقدما تحرزه القوات الاوكرانيه في الميدان اقترحت المفوضية الأوروبية الثلاثاء على الدول الأعضاء في الاتحاد تقديم مبلغ إضافي قدر 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة واتفق أو اتفق على هذا الرقم بعد مراجعة موازنة تكتل القاري للفترة بين عامي 2021 و إلى 2027 وعشرين وقبيل مؤتمر دولي في لندن هذا الأسبوع بهدف جمع مزيد من الأموال لجهود إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب مع روسيا نقترح احتياط مالي لسنوات الأربع المقبلة بخمسين مليار يورو وهذا يشمل كل من القروض والمنح ستسمح لنا هذه الاحتياطات الماليه بتحديد دعمنا المالي بناء على تطور الوضع ميدانيا. على صعيد اخر كشفت المفوضيه الاوروبيه عن مقترح لتخصيص 15 مليار يورو لدعم من اسمتهم بشركاء الاتحاد الاوروبي لمواجهه تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبيه والشرقيه للتكتل. نقترح تزويد دولنا الاعضاء بالدعم المالي لتعزيز اداره حدودنا الخارجيه ونحن بحاجه الى العمل بشكل مكثف مع جيراننا لتعزيز التنميه الاقتصاديه لتحقيق الاستقرار في تلك البلدان ونحن بحاجة أيضا إلى تعزيز شراكتنا الدولية وبالتالي إلى ميزانية إضافية للاجئين في سوريا في لبنان في الأردن وتركيا وغرب البلقان للشركاء أيضا في جميع أنحاء العالم وأيضا للحفاظ على قدرتنا على الاستجابة للأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية لكل هذا نطلب رصد 15 مليار يورو اتفق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيسه الوزراء الايطاليه جورجيا ميلوني على ضروره مساعده تونس اقتصاديا وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته رفقه الرئيس الفرنسي في باريس ان ايطاليا وفرنسا اتفقتا على ضروره ان يعمل الاتحاد الاوروبي بشكل عملي وجاد على مساعده تونس في حين اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه يشارك ايطاليا وجهه نظرها بشان الحاجه الماسه لتقديم مساعده اقتصاديه لتونس على ضوء مشاكل الديون التي تواجهها البلاد. علينا التحرك بشكل عملي وجاد على مستوى الاتحاد الاوروبي لايجاد حلول لتونس. سنبحث القضايا الاوروبيه بدءا بالمهاجرين، سيكون هناك مجلس اوروبي مهم في نهايه الشهر ونحن نتفق على وجوب اتخاذ خطوات ملموسه فيما يتعلق بالرؤيه التي وضعناها على الورق اصلا اي الدفاع عن البعد الخارجي وتجاوز الخلاف على التحركات الاوليه والثانويه، لا يمكننا السماح بان تعمد القواعد الاوروبيه الجديده بشان الحوكمه وميثاق الاستقرار الى اعاده معايير غير وافيه اليوم، ويجب ان يركز تحدي الكبير للحوكمه الجديده على الاستثمارات قبل كل شيء. ما زلنا نعيش المآسي في البحر الابيض المتوسط. نحتاج إلى أن نكون قادرين على تنظيم اللجوء والهجرة في أوروبا بشكل أكثر فعالية مع الالتزام بقيمنا وزيادة التنسيق بين البلدين. نريد أن نعمل بشكل أفضل مع دول المنشأ والعبور لتجنب التدفقات. هذه هي السياسة التي نحاول اتباعها منذ ست سنوات. يجب الآن تعزيزها. هذا هو المعنى الكامل لمبادرة التونسية. نريد تعزيز السيطرة على حدودنا الخارجية. لإيطاليا دور هام باعتبارها أول دولة دخول فرنسا تشارك إيطاليا رؤيتها بشأن ضرورة تقديم مساعدة مالية عاجلة لتونس ختام ونشر مشاهدينا الكرام شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء